السادة، تبدأ خطوات مهرجان أجيال الموسيقى العربية. الآن تقدم لنا فرقة الإسكندرية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مدحت مسيوني، فرقة من ألحان الطراز وألحان الموسيقار محمد عفيف، المطرب أحمد حسام، والمطربة أميرة تغني لمطربة القطري فتحية أحمد. يسعدني أن أشترك اليوم في أولى كبرات مهرجان أجيال الموسيقى العربية، ونقيمه أو أشترك فيه تخليدا لذكرى اسم الموسيقار الإسكندري العظيم الأستاذ محمد عفيف. ونحن على قوله سائلون فقد كان حافظا للتراث المصري والسكندري بكل حب، وله مريدين وتلاميذ كثيرين في الاسكندريه وفي انحاء مصر كلها. الموسيقار محمد عفيفي كان يعمل قائدا لمجموعه من الكومندوس الغنائي للحفاظ على التراث المصري في ظل وجود عناصر كثيره تهاجم هذا الفن المصري الاصيل. ونحن على قربه سائلون، ففرقه الاسكندريه للموسيقى العربيه بقصر ثقافه الانفوشي تسير على الدرب محافظة على التراث المصري في ظل هجوم فضائي قاسي جدا على الأذان المصريين، ولكن في جولاتنا في أنحاء مصر نجد أن أذان المصريين ما زالت بخير، أذان المصريين ما زالت عصيرة، أذان المصريين ستبقى دائما محافظة على النغم الموسيقي الشرقي المصري الأصيل والذي سنقدمه الآن، ونتمنى أن يمر بعد حضرتك. Thank you.